كتير مرات بتشوفه بكتير مطارح وبتسمعه كتير بابا نويلات عم بدقوا جراس، وبتسألوا حالكن ليش الجرس بكل هالرمزية الميلادية وشو مطرحه بين الرموز؟ الجرس إخوتي بذكرنا دايماً بالخروف الضال، هاللي لازم يسمع الجرس حتى يعرف يرجع على الطريق. الجراس بالكنيسة بتذكرني إنه لازم أتنبه إنه صار الوقت، الوقت اللي فيه بدي أتقدس، بدي أقدس ذاتي. هو علامة الهداية والرجوع. الجرس بذكرني كمان بإنه أنا وإنتو عنا موعد، وهيدا الموعد ضروري نلبيه. الجرس مرات بيخدني تيذكرني بصياح الديك، لما انمعت في ديوك كانت تصيح الديوك حتى يمكن تذكرنا، تتذكروا القديس بطرس لما نكر معلمه يسوع صياح الديك 3 مرات. هذا الجرس كمان بذكرني انه انا على موعد مع التوبة. مشان هيك بحب اليوم بعيد الميلاد، بفرحة الميلاد، نتذكر انه الجرس بده يهدينا على شيء معين. يا ريت بيهدينا على مغارة الطفل يسوع، على مزود الطفل يسوع. بذكرني أنا وياكم الجرس بأنه عنا موعد مع يسوع بقداس نص ليل مرات أو القداس اليومي مرات. وشو حلو هجراس العيد أنه تضل ترن حتى تذكرنا أنه نحن كمان مثل جراس العيد، نحن كمان مثل جراس العيد لازم نوعي الآخرين، لازم مرات ننقر على ضميرهم ونقلن وينكن من حياة يسوع، وين يسوع بحياتكن. هيدا الجرس أكيد عنده رمزية كتير حلوة، وأكيد رمزيته لحتى تقلنا أنت كمان مدعو إلى لقاء العريس. والله معكن.